تتصل ويقول وتقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر للشخص الذي يغضب في خطبتها بكامل زينتها، أم أن عليها أن تظهر في وجهها وكفيها؟ نعم نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنظر إليها، وحتى على النظر إلى المخطوبة، فإذا ظهرت في زينتها هذا أقرب إلى النجاح، كونها تظهر بزينتها بملابس حسنة، ولا بأس يرى شعورها ووجهها كفيها ذراعيها رجليها، كل هذا لا بأس، لأن هذا مما يدعو إلى النكاح، لكن لا يخلو بها، يكون من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها، لا يخلو بها. نعم. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب.